كلمتي نخفاف مع حمزة. صباحكم بالخير، صباحكم زيان بالطاقة مليان. أنا اليوم نحب نحكي مع إنسان فقد سعادته، لكن مازال يؤمن. نحب نتحدث لشخص يتصارع مع عقله وبدنه، لكن مازال يؤمن. ثم سبب خليك تعمل ما تعمل؟ إي نعم، عندك سبب هو اللي يوجهك توا. كون متأكد اللي العالم باش يقف ضدك، وتحس أنك الوحيد اللي يصير له هكا، أنك آخر إنسان على الأرض وما ثماش حتى شخص آخر تيح عليه المشاكل غيرك أنت. لكن تأكد أنك مريت شيء، وما دامك ما زلت تنجم تشوف هالمحتوى تأكد أنك بخير. لذلك يزيك من الترهات ولم روحك وقوم. فقط ما تخليش كل شيء داير بيك ضعيف. لازم توصل لنقطة تقول تعديت بالأسود، ما نتعداش هكا وما نعيشش هكا بعد هذا. تعبت من الخسارة، تعبت من التخفي. في مرحلة من المراحل لازمك تلعب بغضب. الحياة ما تعطيكش شنو تحب. الكل يحبوا حاجة، يحبوا ينجحوا، يحبوا الاستقلال المالي، يحبوا التفوق، لكن الدنيا تعطيك اللي تقبله. كان كنت قابل بخيبة الأمل ومصاعب الفشل، هذا بالضبط اللي باش تعطيهولك الدنيا. إذا كنت تحب تربح لازمك تظهر، والمطالبة بالنجاح لازمك تصدق أنك تنجم تعمل كل شيء. لازمك تسرح عقلك بالمعرفة اللي تحتاجها. ابدأ بالموجود اللي عندك، وحضر روحك للقادم، واحرص على سمعتك. وإياك تكسر حلقة الثقة اللي قدمتها لغيرك. وما تنساش فرض احترامك. أنت المنتج، تنجم تغير حياتك كان غيرت موقفك. ابدأ الخدمة في تطوير نفسك وتعلم ذاتيا، ولازم تكون استباقيا. اتأكد وخذ اش تحب، وما تخلي حد شيء داير بيك يأثر على موقفك. وبغض النظر على اللي يصير، لازمك تحط في عقلك إما نعمة أو درس. تحكم في نهارك، تحكم في ساعتك، وتحكم في ثوانيك. وقتها تتحكم في حياتك. أنت ما تتوقفش، كون كيما سوبر نوفا. كلمتين خفاف مع حمزة.